كلنا من المواقف اكثر القصيد مع كل احروف في بيت الشاعر خالي انا حفظتها من عام 32. يا سلام. سعد بن سماح يقول: كل شعر قوي تاثير موقف قوي. نعم صحيح. وكل بيت عظيم يصير مضرب مثال. مضرب مثال. اي نعم. فاحيانا القصيد من موقف. اقول ولا انسان الحقيقه احب البر وطلعات البر والمكشات، البلد هذا ما احبه. عجيب. نادرا ما يكون يعني ما بعد الا ما طلع بالبر. ما بعد سواء البل سواء مكشات سواء اللي يقول. ما بعد تخاوينا يا ابو. هبه تشرفني طال عمرك باي وقت انت ومن يسمع. يا سلام. يا سلام. اسلام. اقول اللي تحسب ان المجالس مساحه غرد بها مسحوب يا قفاه مسحوب. أنا بدور راحة واستراحة وبدل الغترة وببدل الثوب والبس مثل لبس الخفير الوشاحة والبس مثل لبس الخفير الوشاحة مع فجة الضوء والزمن بند محسوب وسج رجلي واعتبرها سياحة والكيف من صفر المعامل مشروب معي خويا في طبوعه سماحة شرم يسمع معي خويا في طبوعه سماحة خالي من علوم به الصح مقلوب لقلت له يا فلان جاوب براحة ويقول سم ابشر ولا هو بمغصوب من خيرة الأصحاب لين ودماحة رسه من فعولة لجاود معصوب يفداه من بخبث طبع وبجاحة مستحقر الأجواد ما جاب ماجوب هذه علوم اللي تغانم مطاحة اللي لقاله بين الأصحاب مكسوب وختامها ما فيه حي براحة ولا فيه مخلوق بلا عيب وذنوب ولا فيه مخلوق بلا عيب وذنوب. يا ولد انا والله ودي الحين طلعت برا الحين.